أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رجل أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة. اخترنا لكم السيد راشد علي، مؤسس وشريك في VGT لتخليص المعاملات. بداية أسعد الله أوقاتك سيد راشد. الله يخليك. الله طول. سيد راشد، في بداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم. راشد علي، مواطن من دولة الإمارات. يا حياك الله مستر راشد. حابين اليوم نعرف السادة المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها في VGT لتخليص المعاملات. الخدمات اللي عندنا يا طويل العمر، خدمات تسهيل عندنا، خدمات آمر، خدمات إقامة لأعلات وتوجيه وتسجيل. الحمد لله ما شاء الله، يعني بدك تقول جميع الخدمات الشاملة لجميع الدوائر الحكومية. نعم، خلينا نقول. نعم، نعم. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم شو الإشي اللي بيميزكم عن غيركم من مكاتب تخليص المعاملات؟ والله اللي يميزنا، والله نحن عندنا خصومات على كل الخدمات ما شاء الله، ونستقبل الأسعاد اللي عنده أسعاد، والله بعد نحط على رأسنا. الله يسعدك. الله يا رب. نتمنى لكم طبعا كل التوفيق ودوام التقدم والتميز مستر راشد. مستر راشد، اليوم انت كمواطن اماراتي. نعم. موجود ومقيم طبعا في إمارة دبي بالتحديد. نعم. اليوم كيف بتحب توجه نصيحة للمستثمرين الجدد اللي حابين يبداوا استثمار جديد؟ والله اهم شيء ما يخافون واي شيء يبون دعم وحكومة ما تقصر. ما شاء الله ما شاء الله، وحكومة واقفة ما شاء الله. كيف بتحب تشكر الحكومة على الدعم والتسهيلات اللي بتقدمها للشباب والمستثمرين الجدد؟ بتوجه شكر لجميع الحكام الإمارات والشيوخ الإمارات، والحمد لله ما يقصرون. أكيد أكيد طبعا طبعا سيد راشد. سيد راشد، قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف مكان VGT لتخليص المعاملات، وين موجودين بدبي؟ مكاننا يا طول العمر دبي، منطقة قصيص، صناعية خمسة، وشارع البيروت ما شاء الله، وفندق تايم أونيكس موجودين نحن. ما شاء الله، يعني المكان خلينا نقول بسيط وما بتوه بإمارة دبي، من إمارة شارجة ومن إمارة العجمان وحتى قريب من أم القوين، نفس الشارع. جميل جدا جميل جدا. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول لمكتب VGT لتخليص المعاملات في إمارة دبي، وأيضا سوف تظهر لكم أرقام ووسائل التواصل الخاصة بVGT لتخليص المعاملات. في نهاية برنامجنا حابين نشكرك جزيل الشكر سيد راشد. الله يخليك. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.